كابتن شريف هارد لك، بالرغم من السيطره الميدانيه لسان داونز زي ما الكابتن ماهر واضاعه بعض الفرص خصوصا الشوط الثاني، الا ان حتى هدف المباراه جاء بخطا من التمرير زي ما انت قلت لي في قبل الاستوديو او في بدايه الاستوديو، ان احنا اللي ممكن نعمل ونشكل خطوره على نفسنا. ده واضح في الثلاث مباريات اللي فاتوا. احنا اللي بنبقى سبب في وجود اي لاعب بيهاجمك جوه 18 بتاعك، الميس باس في المنطقه دي اللي هو ممنوع يعني. بس انا عايز اقول لك على حاجه. اولا النتيجه مقبوله طبعا 1-0. بشكلك انت اللي تخليت عنه بعد اول 7 دقائق وانت بتهجم عليهم وانت عندك ضربتين ثابتتين تقدر تحرز منهم اهداف وانت محجمهم وانت مش مخليهم يعرفوا يطلعوا بالكره سليمه، وفجاه لقيناك بترجع لغايه نص الملعب وبتقول لهم انتوا بتلعبوا في الجنينه بتاعتكم النهارده يلا براحتكم خالص وطلعوا الكوره وتحركوا زي ما بيقول ماهر الفريق سرعه وتحركات كويس. لا انت اللي خليتهم سرعه وتحركات مش اكتر من كده. انت طول ما انت ضاغط عليهم حتى في الشوط الثاني كان ليك شكل وكان ليك وجود وكان ليك وصول. انت اللي بتخلي ده شكلك النهارده الاستحواذ اكيد هيبقى تمام 75-25%، فهمتني؟ ليه؟ انت السبب فيه. انت اللي لعبت بتشكيل من الاول مش راغب انك انت تبقى بتخلص المهمه عندهم في المباراه دي.